بوي يا حميد، اليوم عندنا امتحان درس مادة شنو؟ الكيمياء. في الامتحان شو يصير به؟ المرء يكرم او شنو؟ او يهان. بس احنا راح يسألنا اسئلة استاذ مصطفى العلي مدرس الكيمياء. منور استاذ رمبا كريم الجميع ان شاء الله، الله يحفظك. واحنا نجاوب الطلاب اللي عنده كلهم طلعوا معدلات وقبل طبوا الكليات الصيدلة وطب وطب الأسنان. اليوم عندنا امتحان، انت قوي بالكيمياء مو؟ ابني لا عاد اسالني سؤال شو راح اجاوب؟ انت راح استعين بالمتابعين، المتابعين راح يعاونونا. واحلى رماش الطلاب السادس مع الاستاذ مصطفى مدرس الكيمياء. منور راح تبدي الاسئله، ترقبوا الحلقه على اليوتيوب. واحلى رماش.